بعد تفعيل توسيعة المساحات المزروعة لشعبة الطماطم بزيادة تعادت 17% المتواجدة ب 22 ولاية مختصة في تشجيع لولايات الجنوب والشرقية منها. الخطوة تأتي أكلها بتسجيل زيادة ب 27% لشعبة الطماطم الصناعية بقدرة تحويل تعدت 300 قنطار في اليوم، ما سمح بتغطية السوق الوطنية في اكتفاء محلي. فتح المجال أمام المنتجين والمحولين لخوض مجال التصدير بعد تسجيل فائض في إنتاجها فاق المليون طن، سمح بتصدير 40 طن السنة الماضية. هذا ما ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وكذا الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني، بحيث كانت هناك نسبة أكثر من 60% من هذا المنتوج يوزع على المستوى الوطني، كمية منه تم تخزينه لوقت الحاجة. من جهة الدولة الحمد لله، شوف عندنا الدعم اللازم، عندنا كل شيء موفر، تقريبا 50,000 طن زيادة نكون نصدروها في اللي فيو تاع 225 كيلو هذوك، نبعثوها للناس اللي تحتاجوها. وقت فايت قبل في 2011 المعامل كلها قفلت، عاود الدوله جابتنا وشجعتنا وعاودوا ديماروا هذو المعابل هذوما عادوا يخدموا. اليوم رانا خفزنا في 140,000 طن، يعني فوق الاكتفاء نتاعنا. كاين عروض في افريقيا، في موريتانيا، في غانا. رهان كبير يرفعه قطاع الفلاحة لتوجيه أكبر لإرادة الشركاء الاقتصاديين لولوج عالم التصدير من بابه الواسع بوضع آليات محفزة. احنا بصدد مرافقة كل المنتجين وكل المحاولين لإيجاد حلول للتسويق وأيضا إيجاد حلول لتمويل الموسم 2018-2019 بالإضافة إلى المرافقة التقنية والمرافقة فيما يخص الدعم الفلاحي وفيما يخص توسيع المساحة المسقية. ورقة طريق مدروسة وضعها القطاع لهذه الشعبة خلال موسم 2018-2019 من شأنها إعادة بعث نشاطها قصد تطويرها تحقيقا لاكتفاء ذاتي دائم وتعزيزا لتصديرها.